انا نادر الجريتلي، ممثل. اشتغلت السنه اللي فاتت في وش تاني دور ضابط شريف اللي هو مات في الاول، واشتغلت في مسلسل مولانا عاشق بتاع مصطفى شعبان. واشتغلت السنه دي 2016 اشتغلت في مأمون وشركائه وازمه نسب ويونس ولد فضه، واشتغلت في ليالي حلميه، واشتغلت في الطبال، واشتغلت في فيلم البس عشان خارجين، وفيلم برد الشتاء، وحاره مزنوقه، ولسه شويه حاجات كده، وعزبه ادم الجديده لسه ما نزلتش، ونوايا بريئه برضو لسه ما نزلتش، وليله وكده يعني. تمام.